حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخا يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض في الركعه الاولى